لن تقلب الحرب الدائرة في قطاع غزة موازين القوى العالمية بشكل جذري، لكنها بلا أدنى شك تأتي في وقت يزيد من وطأة الضغوط على الولايات المتحدة وحلفائها، وتشتهيه في المقابل أشرعة الصين وروسيا اللتين تتحينان كل فرصة تتشتت فيها قوى المعسكر الغربي. تحاول بكين وموسكو التقرب أكثر من العرب عبر اتخاذ مواقف أقل تصلباً من تلك التي تبنتها واشنطن والعواصم الأوروبية إزاء النزاع في غزة، وذلك وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. فالصين اعتبرت أن ما يجري نتيجة لعدم إنصاف الفلسطينيين، بينما وبلغة حازمة شبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصار غزة بحصار لينينغراد على يد النازيين، بما في التعبير من دلالات تاريخية. ليس بالاصطفافات الدبلوماسية وحسب، إنما تحاول موسكو ترجمة الانشغال الأمريكي بحرب إسرائيل وحماس، والتي ستكون أكبر من سابقاتها منذ 15 عاماً الماضية، نظراً للتغير الهائل في قواعد الاشتباك عقب هجمات 7 أكتوبر. فتجتهد القوات الروسية التي تواصل قتالها في 20 للحرب على أوكرانيا لقلب الموازين ميدانياً، محاولة الاستيلاء على مدينة أفدييفكا شمال دونيتسك، عاكسة الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف مطلع الشتاء الماضي. الصين هي الأخرى تعول على تراكم الملفات على واشنطن، فلا تألو جهداً في تحسين ظروفها كي تصنع فارقاً في المواجهة حيال ملف تايوان، فيما تسعى أيضاً للترويج لمشروعها الاقتصادي مبادرة الحزام والطريق. وعلى أي حال تبقى هذه سيناريوهات محتملة لتداعيات الحرب في غزة على المشهد الجيوسياسي، تحققها من عدمه مرهون بعوامل عدة، أهمها أمد الحرب واتساع رقعتها.